أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من مؤشر النيل الذي نستعرض فيه بالأرقام وتحليل مؤشرات السوق التي تبين أداؤها بشكل في ختام تعاملات الثلاثاء، حيث صعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 40% ليصل إلى 9274.9% نقطة فاصل 9%. كما زاد مؤشر EGX20 محدد الأوزان النسبية بنسبة 68% مسجلا 11136.57 نقطة فاصل 57، بينما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 7% إلى 633 نقطة فاصل 94%. وشملت موجة الهبوط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا ليتراجع بنسبة 8% ليصل إلى 1131 نقطة فاصل 79%. نتحول إلى قائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم، حيث تصدر قطاع العقارات قطاعات السوق بنسبة 32.41%، تلاه قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بنسبة 22.68%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 14.7%، تلاه قطاع التشييد ومواد البناء بنسبة 6.92%. أما بالنسبة لفئات المتعاملين داخل السوق، فقد اتجه المستثمرون المصريون نحو البيع واستحوذوا على نسبة بلغت 86.5%. كما اتجه المستثمرون العرب نحو البيع أيضا واستحوذوا على نسبة 5.4%. بينما اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء واستحوذوا على 8.92%. يأتي هذا فيما مال الأفراد نحو البيع وحصلوا على نسبة 68.45% من التعاملات، بينما مالت المؤسسات نحو الشراء وحصلت على 31.54%. هذا وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 235 مليون جنيه ليصل إلى 512.560 مليون جنيه وسط أحجام تداولات بلغت نحو 1.2 مليار جنيه. للمزيد من التحليل والتوضيح لأداء البورصة المصرية اليوم ينضم إلينا في استوديو النيل الأستاذ محمد جاب الله خبير أسواق المال. برحب بحضرتك أستاذ محمد. أهلا بك. يعني اسمح لي قبل أن نبدأ الحوار أن نتابع هذا التقرير. تفضل. نتابع هذا التقرير عن أداء البورصة اليوم. اكتست مؤشرات البورصة المصرية باللونين الأحمر والأخضر في دلالة على تباين أداء الأسهم بين الارتفاع والانخفاض في ختام تعاملات الثلاثاء. السوق لقت دعما من عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، بينما اتجهت تعاملات والعربي نحو البيع وسط عمليات إعادة هيكلة للمحافظ المالية وانتقال للسيولة من الأسهم التي سجلت ارتفاعات في الفترة الماضية إلى الأسهم التي لم تشهد ارتفاعات. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 235 مليون جنيه ليصل إلى 512.056 مليون جنيه، وسجلت أحجام التداول قرابة 1.2 مليار جنيه. مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفع بنسبة 0.4%، بينما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.7%. وامتدت التراجعات إلى مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا ليخسر 0.8% من قيمته. وفي ختام التعاملات ارتفعت أسعار أسهم 55 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 98 شركة، وحافظت 29 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة. سامح الجويلي، النيل. مرحب بكم مجددا وبضيفي الكريم الأستاذ محمد. يعني الأستاذ محمد، يعني متابعتك لأداء البورصة المصرية اليوم، هناك صعود في المؤشرات، ربما هذا ليس اليوم الأول، هناك منذ أسبوع تقريبا هناك صعود في المؤشرات، كيف تقيم أداء البورصة بشكل عام؟ الحقيقة احنا بقالنا فترة بنطلع في الفترة الأخيرة، للأسف يعني عندنا مشكلتين في السوق المصرية خليني ألقي الضوء عليهم. المشكلة الأولى ان احنا اصبحنا بورصة السهم الواحد، احنا عندنا البنك التجاري الدولي ده يحتل نسبة 26% من المؤشر،
الحقيقة هو مش سهم من الأسهم الشعبية، هو ليه طبيعة خاصة، هو سهم مؤسساتي أجنبي من الدرجة الأولى، فعشان كده ما تلاقيش الناس ما عندهاش الفرحة الطبيعية بصعود السوق. كويس، السوق بيطلع مؤشر بس، يمكن لينا تعابير دارج في الأوساط البورصوية، احنا بنقول ان المؤشر طالع فاضي. لما السي اي بي بيتحرك سواء لفوق او لتحت، كويس، السوق كمؤشر بيصعد، انما باقي الاسهم هي اسعارها ويمكن اقل من ايام ما كنا في 8500، يعني انا بتكلم في فرق حوالي 1000 نقطه حاليا. الناس ما حستش بالصعود ده في جيبها. النهارده احنا شهدنا طفرات في البنك التجاري الدولي، شهدنا طفرات سعريه في قطاع الاسكان الكبير منه برضه ذو الطبيعه المؤسسيه الى حد كبير. بقيه الاسهم كلها ماشيه في ما يعرف بالسايد واي او بالاتجاه العرضي، ربما في بعض الاوقات الاتجاه العرضي المائل للهبوط. فدي المشكله الاولى اللي بتواجهنا في البورصه، ان احنا بقينا بورصه السهم الواحد. المشكلة الثانية ان احنا عندنا محدودية في السيولة. احنا بندور في فلك 800 ل 900 مليون تنفيذ في اليوم. المشكلة الثانية اللي هي محدودية السيولة دي بتأثر عليا بشكل آخر، ان البورصة كلها ما بتصعدش، احنا السيولة بتنتقل من قطاع إلى قطاع آخر. فما بنقدرش نقول ان في قطاعات مختلفة صعدت مع صعود البورصة، انما السيولة بتنتقل من قطاع وليكن قطاع الإسكان إلى قطاع الحليج، من قطاع الحليج إلى قطاع المقاولات. تمام. كويس، فبنشوف قطاعات بتنمو أو قطاعات أسعارها بترتفع، وفي قطاعات تانية بيبتدي يتم عليها جني الأرباح. دول المشكلتين الحقيقة اللي مواجهنا من فترة. طب بالنسبة للمشكلة الأولانية يا أستاذ محمد، هذا بيعود على المستثمر بأنه لا يشعر بتحسن أو بأموال تدخل إلى مؤسسته أو إلى جيبه، وكذلك المستثمر الصغير أيضا. برأيك يعني إيه السبب في هذا الأمر؟ يعني هي دي حقيقة فعلا، ويمكن الحالة النفسية لأغلب المستثمرين في البورصة المصرية أصابها نوع من الإحباط. يعني أنا بكلمك من وسط المستثمرين. كويس، أصابهم نوع من الإحباط، لأن هو شايف الأخبار ما شاء الله كل يوم البورصة تحقق طفرات وقفزات طب محفظتي أنا فين؟ هتلاقي محفظته بالماينس. طب إيه اللي حصل؟ أنت لما تيجي تحلل الموضوع، أنا أعتقد أن مفيش بورصة في العالم كويس فيها سهم يحتل وزنه 26%. انا بتكلم في اكتر من يعني اكتر من ربع وزن المؤشر. فالجنيه اللي بيطلعه البنك التجاري الدولي بيطلع المؤشر 4%. كويس، يعني كل جنيه بيطلع 4 بونت. كويس، فبتلاقي ان السوق او المؤشر بيطلع وبقيه السوق مفيش. فانت بتلاقي الاخبار نفسها او اللي حتى متابع الشاشه كويس بيجي له نوع من الاحباط. انا طب انا يعني هو انا بعاقب على ان انا اشتغلت في قطاع وليكن قطاع الحليج؟ طب يعني اليس هناك رد فعل من جانب اداره البورصه لاعاده توزيع الاسهم مثلا، او اتخاذ قرارات تعيد التوازن بين الاسهم في البورصه؟ لا، انا بستغل الفرصه وبأهيب باداره البورصه، لابد من النظر مره اخرى وفي اسرع وقت، وفي اسرع وقت، وبكررها مرتين وثلاثه، وفي اسرع وقت، في منهجية المؤشر، طريقة احتساب المؤشر. الموضوع بينذر يعني خليني أقول احنا عندنا مفترق طرق. تحصل حاجة من اتنين، لما بيحصل ان المؤشر بيسبق السوق او بيختلف عن السوق، فبتحصل حاجة من اتنين، يا اما المؤشر نفسه بينزل لمستوى الأسعار اللي موجود عليها بقية السوق، وفي الحاله دي هيبقى التصحيح عنيف، مش سهل. احنا بنتكلم في اسعار 8500، يعني انا بتكلم في 1000 نقطه. كويس، يا اما المؤشر بيقف، وده اللي اتمناه وده اغلب ظني ان هو هيحصل، المؤشر يقف وبقيه الاسهم تبتدي تتحرك للوصول للتوازن السعري ما بين المؤشر وما بين السوق. فاما اتحركناش بسرعه، اخشى ما اخشاه ان هو يحصل التصحيح العنيف. كويس، خلينا متفائلين نظرا للاخبار الايجابيه ونظرا لوجودنا. يمكن انا كنت معاكم هنا من سنه تقريبا، سنه الا شهر، يعني انا كنت معاكم في شهر 9 وقلت ان 2014 ده السنه الذهبيه للبورصه، واحنا دخلنا
في موجة صعود طويلة الأجل هتستمر معانا من 3 لـ5 سنين إن شاء الله قادمين. فخلينا متفائلين ونقول إن المؤشر المفترض إن هو يتجه للاتجاه العرضي من عند المستويات الحالية، وبقية السوق وبقية الأسهم تصعد حتى يحدث التوازن السعري ما بين المؤشر وما بين الأسهم. في ظل حالة التفاؤل هذه، هناك زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا، هناك مجموعة من القرارات الاقتصادية التي ربما تم الإعلان عنها منذ قليل خلال المؤتمر الصحفي، يعني هناك اتفاق على إقامة منطقة صناعية روسية في مشروع قناة السويس، يعني أثر مثل هذه القرارات على سوق المال والاستثمارات في مصر بشكل عام؟ هو الأخبار كلها الحمد لله تعالى إيجابية، سواء الخاصة بزيارة الرئيس لروسيا أو من قبلها زيارة الرئيس للسعودية. ده بتؤكد المقولة اللي ولله الحمد قلتها من سنة، زي ما بقول لحضرتك احنا دخلنا في موجة صعود طويلة الأجل. القصة بس يعني تختلف النظرة هنا ما بين طويل الأجل وما بين قصير الأجل. التخوف اللي عندي واللي أنا يعني أهيب بإدارة البورصة أنها تاخده بمحمل الجدية، كويس، ده في قصير الأجل. إنما بالنسبة لمتوسط الأجل وطويل الأجل، لا إحنا ما زلنا عند مستهدف 10500، يمكن في متوسط الأجل يمكن نشوفه في خلال شهور، يعني الشهر اللي جاي أو الشهر اللي بعديه بالكتير هنكون البورصة المصرية في حدود 10500. بالنسبة لطويل الأجل إحنا كان القمة بتاعتنا اللي حصلت في شهر مايو 2008 كنا في 12000. لا انا بوعد يعني، وياريت لو نفتكر تاريخ الحلقة، إن شاء الله احنا هنتخطى في خلال من 3 لـ5 سنين، يمكن مستهدفنا من 3 لـ5 سنين في حدود 18000 بإذن الرحمن. الزيارات دي ليها مردود اقتصادي بس بيظهر على المدى البعيد شوية، يمكن يظهر على السنة الجاية أو السنة اللي بعديها نبتدي نجني أرباحه. إنما على الأجل القصير يعني هي بتدي محفز. يعني أليس هذا محفز للمستثمرين داخل السوق أيضا المصرية وكذلك السوق الخارجية لفتح المزيد من الاستثمارات في مصر هنا واتخاذ الجرأة والثقة في السوق المصري مرة أخرى؟ هو محفز بالنسبة للمستثمرين طويل الأجل ومتوسط الأجل. يمكن اللي شفناه ويمكن النهاردة المؤشرات بتاعت البورصة أظهرت الموضوع ده إلى حد كبير. الأجانب عندنا أو المستثمرين الأجانب ذو طبيعة طويلة الأجل، المؤسسات ذات طبيعة طويلة الأجل، عشان كده هم بيدخلوا في الجانب المشتري، فهم عارفين هم بيشتروا دلوقتي، هم بيشتروا دلوقتي للمدى الطويل، كويس، هيحققوا أرباح مش أقل من 100%، كويس. اللي بيتفرم أو اللي مغلوب على أمره هو المستثمر قصير الأجل. فأنا برضو زي ما وجهت نداء لإدارة البورصة بعد النظر في هيكلة المؤشر الرئيسي، بالنسبة لصغار المستثمرين أرجوكم تحولوا إلى سياسة متوسط الأجل، وياريت لو طويل الأجل الأسعار اللي انت شايفينها دي هتضرب مش أقل من 3 لـ5. تمام. يعني أيضا كان من ضمن زيارة الرئيس السيسي النهاردة الإعلان عن أن روسيا ستزود مصر بما لا يقل عن من 5 ملايين طن من القمح، وأيضا هناك زيادة من السلع الزراعية المصرية ستتوجه أيضا إلى الأسواق الروسية. يعني كيف أيضا ترى هذا الأمر وتأثيره على السوق؟ هو تنمية الصادرات عندنا بتنعكس أولا على العملة الصعبة. احنا زي ما شفنا كان فترة كان عندنا نزيف الاحتياطي مأثر طبعا على الميزان التجاري. لما الدنيا تبتدي تتظبط ويحدث التوازن او نسبة من التوازن في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، زيادة الصادرات بتأثر على الميزان التجاري وميزان المدفوعات، يؤدي الى يعني هو الاقتصاد كله عبارة عن دايرة واحدة، كويس، وكله بيصب في فلك واحد بالضبط كده. طب يعني أيضا كانت هناك زيارة أيضا السابقة لروسيا لزيارة الرئيس للسعودية، هل أيضا كانت هناك مؤشرات إيجابية على لهذه الزيارة على أسواق؟ ظهرت النهاردة يعني في قطاع الإسكان، هو احنا عندنا يعني مقسمينهم الأجانب بشهيتهم مفتوحة جدا لقطاع البنوك وخاصة للبنك التجاري الدولي. يمكن القطاع اللي بعديه شهية الإخوة العرب بتتجه ليه وهو قطاع الإسكان. شفنا طفرات في قطاع الإسكان والتشييد والمقاولات، كويس. ابتدت تظهر البشاير بتاع زيارة السعودية في نسبة المستثمرين العرب
وشفنا الطفرات السعرية اللي عملها قطاع الإسكان النهاردة. تمام. ده بناء على الزيارة. على الزيارة. طب يعني الملاحظ أستاذ محمد أن هناك يعني اتجاه من جانب المصريين وكذلك من جانب الصناديق العربية إلى البيع، في حين أن هناك اتجاه آخر من جانب الأجانب إلى الشراء. يعني تفسير حضرتك لهذه الظاهرة؟ الأجانب بطبيعتهم طويل الأجل. كويس. وزي ما احنا اتكلمنا وفندنا ايه اللي حصل في البورصه النهارده. السي اي بي هو ما يثير شهيه الاجنبي. تمام. كويس. فهم داخلين مشتري. بالنسبه للمصريين لان هو ابتدى يمل الحركه العرضيه لاسهم، فعشان كده تلاقي الافراد المصريين تحديدا هم اللي كانوا الجانب البياع، لان هو ابتدى بالبلدي كده ابتدى يزهق. هو شايف الاخبار السوق بيطلع، شايف الشاشه المؤشر اخضر، في حين ان اسهمه يا اما على نفس سعرها يا اما اقل، فابتدى يمل، فبيحاول ان هو يسيل عشان متخوف من تصحيح قادم. تمام. ايضا هناك يعني بلغه الارقام، ايضا هناك ارتفعت اسعار اسهم 55 شركه في حين تراجعت اسهم 98 شركه وحفظت 29 شركه على اغلاقاتها المعتاده. يعني دلت هذه الارقام ورايك في اتجاه هذه الشركات والسبب وراء ذلك؟ يعني هي يعني الارقام شرح نفسها، هي بتدور في نفس الفلك. احنا ما عندناش نسبه صعود كبيره يمكن مقارنه بالاسهم اللي ثبتت او بالنسبه للاسهم اللي نزلت، اغلبها اسهم الافراد، انما اللي طلع يعني هو 55 هو رقم مبالغ فيه، يعني هو رقم حقيقي، بس حقيقه الامر هم 3 او 4 اسهم اللي شهدوا فعلا صعود. يعني هو البنك التجاري الدولي، قطاع الاسكان، مصر الجديده، سودك، مدينه نصر، شفنا تحركات في قطاع المقاولات، ربما الصعيد العام المقاولات ابتدت تحركها النهارده، وان كان المفروض تحركها ده يكون من حوالي شهرين ثلاثه فاتوا، كويس، ابتدت النهارده تتحرك. باقي الاسهم ما لفتتش نظر الواحد حتى في الصعود، يعني تحركاتها طفيفه، هتلاقيها 0.01 مثلا في الميه ولا حاجه. تمام. هناك ايضا من يتحدث عن عمليات اعاده هيكله للمحافظ الماليه، يعني هل ترى هذا من المهم في هذه الفتره ام دلاله هذا الامر؟ انا قلت في سياق الكلام اعاده الهيكله ان التحول من سياسه قصير الاجل الى طويل الاجل، الى متوسط وطويل الاجل. تمام. اعاده توزيع الاسهم بشكل مختلف شويه، لازم نحط فيها الاسهم الاستثماريه او اسهم الكوبونات. يمكن شفنا تحركات لقطاع المطاعم في الفتره برضو اللي فاتت، لان هي من الاسهم الدفاعيه واسهم الكوبونات. دي اعاده الهيكله بالنسبه للمحافظ. تمام. ايضا محافظ البنك المركزي هشام رامز اعلن بالامس عن دخول الاجانب لاول مره للحصول على اذون خزانه، يعني كيف ترى هذا الامر؟ الحقيقه كانت مفاجاه. ده يدل على ثقه المستثمر الاجنبي في الاقتصاد المصري. الاجنبي زي ما بقول لحضرتك هو بطبعه ونظرته طويله الاجل، بيحب يشتري المستقبل. يكون ان هو يتجه الى شراء اذون الخزانه، وخاصه ان مشروع الطرح لقناه السويس الجديده مقصور على المصريين، فهو عايز يدخل رجليه الاقتصاد المصري باي صوره، سواء عن طريق البورصه او عن طريق اذون الخزانه. يعني هذا يقودنا ايضا الى المشروعات العملاقه التي يتم الاعلان عنها، عن شبكه الطرق القوميه التي يتم الاعلان عنها. كيف ترى تاثير هذه الامور على اداء السوق، وهل هذا من الاخبار المباشره والمؤثره على الطويل المدى الطويل ايضا كما ذكرنا ام لا؟ تمام. هي طبعا من الاخبار الجيده، يعني عامه زي ما بقول لحضرتك احنا النهارده انا بتكلم في مؤشر 9200، انا مسؤول عن اللي انا بقوله. في خلال من 3 ل 5 سنين المؤشر ده هيفوق مستوى 18000. بس فكل الاخبار هتلاقيها ايجابيه في الفتره اللي جايه، خد من هنا او من السنه اللي فاتت، كويس، 3 سنين قدام كل الاخبار اللي جايه لك مرتبطه بالاقتصاد وبسوق المال هي اخبار ايجابيه جدا. كويس. هي الدورات السعريه او الدورات الزمنيه هي طبيعتها كده. طب ماذا يحتاج السوق في هذه المرحله من قوانين، من قرارات اقتصاديه جديده حتى يتم انتعاشه والوصول الى المستوى المطلوب او المامول في الفتره القادمه؟ محتاج نوع جيد من العنايه. انا اصدقائي واساتذتي اللي في مجلس اداره البورصه قائمين بالعمل على قدم وساق، ما اقدرش انكر هذا، ولكن أرجوكم راجعوا موضوع مؤشر اي جي اكس 30. الوضع مش كويس نفسيا على المستثمرين. لازم نشوف طريقة لحل الموضوع دوت بأسرع صورة. في بعض المشاكل اللي واجهتنا
لبعض الشركات المتعثرة لازم نلقي النظر عليها ونحاول ان احنا نحلها. المشكلة الثالثة وربما هي اللي تؤرق المستثمر الفرد المصري، مشكلة خارج المقصورة وداخل المقصورة. لازم يعني حل هذه المشكلة. لازم ايجاد حل، وايجاد حل سريع، والحل لن يكون بايقاف التعامل على هذه الأسهم لأن أنا كده بزود المشاكل. تمام، هذا بالنسبة لإدارة البورصة المصرية والنصائح التي وجهناها إليها. ماذا يجب على المستثمرين أيضا في هذه المرحلة؟ أول نصيحة يمكن أنا دايما بقولها التحول إلى متوسط وطويل الأجل. رجاء ما تنسقوش وراء الإشاعات، رجاء أعرفوا أنتوا بتشتروا في إيه، فأنهي سعر أنت بتشتري في سهم. أنا بيوصل الحال أن المستثمر بيشتري في سهم ومش عارف الشركه بتشتغل في ايه، دي حقيقه. كويس. طيب التاريخ السعري للسهم ده كان كام ووصل لكام؟ انت السهم طالع من جنيه لخمسة جنيه، انت داخل تشتريه عند الخمسة جنيه، مش شايف ان هو ريسك شويه؟ لازم ابص على المخاطر، لان بعد ما السوق بينزل او السهم بيبتدي يجني ارباحه لانه طالع خمس اضعاف، بتلاقي الناس ابتدت تتعب نفسيا وابتدت تخسر. طب انا بخسر ليه؟ تمام. يعني الوقت مضى سريعا استاذ محمد جاب الله، انا بشكر حضرتك على هذه الرؤيه وهذا التوضيح لاداء البورصه المصريه. شكرا لك. شكرا. يعني الى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي هذه الحلقه من برنامجكم مؤشر النيل، على امل اللقاء بكم في حلقه جديده. دمتم في رعايه الله وامنه، والى اللقاء.